لا هو كان دخول اضطراري لان اللاعب لكن اضطراري لكن كان اللاعب المناسب. نعم يعني كان في وضعيه المناسبه وكذلك كان يعني شوف الهدف الثاني هدف ولا اروع يعني ولا اروع كما تقول يوسف. يعني شفنا شباب قسنطينه يعني نقاط القوه تاعهم هي في المخالفات غير المباشره كرات ثابته. اليوم وجد يعني لاعب يعني يضرب كرات ثابته مباشره يعني هما عندهم سلاحين. وكانت لقطه مانيش عارف اذا ركزت عليها البارحه كنا شاهدناها على المباشر، حجاج تكلم مع دحمان قبل تنفيذ المخالفة من يسجل، وكان بكل احترام، ثم دحمان نفذ وسجل.